من قوة إقليمية عظمى إلى عزلة عالمية. منذ بداية حرب النظام قالت المقاومة الإيرانية إن ولاية الفقيه يريد من خلال حرق غزة أن يدق مسمار حضوره الإقليمي إضافة إلى الأهداف الداخلية من القمع والانتخابات، ويريد الابتزاز في الساحة الدولية والصفقات والاتفاق النووي. وأكدت المقاومة الإيرانية أن خامنئي هو الخاسر الاستراتيجي. وفي الشهر السابع من هذه الحرب يمكن رؤية حقيقة تلك النقاط. 1- في 19 من شهر إبريل احتج وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بيان مشترك على القمع الداخلي للنظام، واعتبروا النظام مسؤولا عن الأعمال العدائية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة، معربين عن استعدادهم لمزيد من العقوبات. 2- في 19 من شهر إبريل وافق مجلس الشيوخ البلجيكي بالإجماع على قرار الانتهاكات المفزعة والمتزايدة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني. 3- أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون السلام من خلال القوة في القرن 21 في 15 مادة، بما في ذلك 6 مشاريع على الأقل ضد النظام الإيراني، وأرسلها إلى مجلس الشيوخ. مشروع قانون التوقف عن حماية نفط النظام الإيراني. مشروع قانون مكافحة الصادرات الصاروخية الضخمة للنظام الإيراني. مشروع قانون مهسة يشير إلى فرض عقوبات على المرشد الأعلى والرئيس الإيراني ومكاتبهما بسبب انتهاك حقوق الإنسان ودعم الإرهاب. مشروع قانون لا للتكنولوجيا من أجل الإرهاب. مشروع قانون إدانة قادة النظام الإيراني. مشروع قانون فرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية فيما يتعلق بشراء النفط والمنتجات النفطية والشحنات غير المعروفة من إيران. ويعتبر المراقبون أنه سيكون تغييرا قسريا للسياسة الأمريكية باتجاه إسقاط النظام. والآن يمكننا القول، أراد خامنئي العاجز أن يتنمر ويتغطرس على الساحة الإقليمية والعالمية من خلال التغذي على دماء أطفال غزة. وكان مرتزقته يحلمون بقوة عظمى، لكنه اليوم بالإضافة إلى الأمريكان وقع في البؤس والعزلة في عيون الأوروبيين والعالم أجمع أيضا.